Your Excellency Abdul Fattah al-Burhan, President of the Transitional Military Council of the Republic of Sudan, Excellencies, Heads of State and Government, members of the Diplomatic Corps, people of Sudan, Assalamu alaikum. أصالة عن نفسي ونيابة عن الحكومة الكينية أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على دعوتنا لنحضر هذه المناسبة الهامة، وهي مناسبة توقيع وثائق الفترة الانتقالية. وأيضا أود أن أشكركم على حسن الاستقبال وحرارة الاستقبال وحسن الضيافة. وأيضا أود أن أعبر عن تضامني مع القيادة السودانية على تغلب على المشاق التي قابلوها في الفترة الماضية. وأيضا أود أن أتضامن معهم على سعيهم الحثيث لإيجاد حلول. إن هذا التوقيع سيمهد الطريق لحلول مستقبلية، ونحن في كينيا نتضامن معكم، وأيضا نحس ونعترف بهذا التقدم الذي أحرزتموه. وأيضا أود أن أحيي وطنية الشعب السودان، وأيضا وطنية المجلس العسكري الانتقالي، وأيضا القوى الحرية والتغيير الذين وضعوا مصلحة السودان أولا وقبل كل شيء، وشرعوا في رحلة من أجل تحقيق السلام، والآن هم يريدون أن يطبقوا هذه الاتفاقية من أجل السودان ومن أجل السودانيين. والسودان يمر بهذه المرحلة الهامة السياسية والدبلوماسية، فإن كل شركاء المصالح والسودانيين مطلوب منهم أن يراعوا كل مبادئ حكم القانون، والتالي إنه من يتوجب على الحكومة أن تعبر عن تنوع أهل السودان، وأن تعبر عن تنوع أهل السودان من أجل تحقيق الاستقرار السياسي. وبالتالي يجب عليهم أن يضمنوا أيضا أن القيم السياسية التي سعى من أجلها السودانيون وعملوا من إليها، أن هذه القيم لن نفرط فيها. وبالتالي علي السودانيين أن يحلوا مشاكلهم عبر السبل الدبلوماسية وعبر الحوار. إن الأمن والسلام هما الأساس الذي يقوم عليه وتقوم عليه كل الحلول. وبالتالي علينا نحن في المنطقة الإقليمية أن نقدم الدعم في سبيل تحقيق العدل والسلام. وبالتالي أناشد جميع السودانيين والقادة السودانيين أن ينخرطوا في هذه العملية، وأن يعملوا على التطبيق الكامل لهذه الاتفاقية. وأحضكم على بناء مؤسسات حكومية قومية حتى تصونوا هذه المكتسبات، وأن يكون هنالك حكومة مدنية. هذه الحكومة المدنية لديها التزامات ولديها مسؤولية جماعية، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة من واجباتهم أيضا أن يحققوا السلام، وأيضا أن ينعشوا اقتصاد السودان. السادة والسيدات، هذه اللحظة لحظة فارقة في تاريخ السودان، يتمثل فيها الانتقال من الصراع إلى الائتلاف. إن حكومة جمهورية كينيا ستعمل معكم يدا بيد، وأيضا وأنتم تسعون من أجل ضمان تحقيق مصير أفضل. فليبارك لكم الله، وشكرا جزيلا.